يمكن انا سايب الاوبجكتس دي كده علشان نعرف ازاي نعمل ريسيت للماكس ونرجع الماكس فاضي تاني علشان نبدأ نشتغل بروجكت جديد. عشان نعمل كده هنروح للقائمة اللي فوق دي ونقوم عاملين ريسيت. مجرد ما نعمل ريسيت ماكس هيقول لك كل حاجة هتروح، او قايل له هل انت عايز تحفظ ولا لا، دون سيف مش عايز احفظ اي حاجة، ريلي ريسيت يس. كده رجعنا زي ما كنا. مبدئيا الاوبجكت اللي انا عايز اعمله نقدر نقول ان هو زي فريلانسنج اوبجكت، يعني مش حاجة معينة قد ما احنا عايزين نوظف مجموعة الاوامر اللي موجودة معنا. لو انا رحت خدت بوكس زي ما قلنا Alt W وليكن هرسم البوكس بالشكل ده. خلي بالنا من نقطة مهمة قوي، ان السبيسنج رجع 10. تمام، السبيسنج رجع 10. طيب البوكس ده انا كده رسمته، رايت كليك ونضغط F4 علشان نشوف السيجمنتس. دلوقتي الكيوب ده انا عايزه في النص، عايزه يبقى البوزيشن بتاعه اكس واي زد بزيرو. لو رحنا ليه سيلكت اند موف، ما مش هقعد اعمل كده بقى، لا بص تحت هنا في الكووردز عندك البتوع السهمين الصغيرين دول اسمهم سبينرز. سبينرز لو عملنا رايت كليك على السبينرز رجع لي رايت كليك، ممكن تكتب انت زيرو براحتك، لكن انا كده. انا قلت من شويه ان احنا نعمل الاوبجكت بتاعنا يمينه زي شماله، اذا احنا عندنا في الاوبجكت ده حاجه اسمها سيمتري. سيمتري معناها ان انا بعمل حاجات في اليمين وعايز اختها في الشمال، مش منطقي ان انا اقعد اكرر اللي انا بعمله هنا هنا. تمام، طيب الاول انا عايز اقسم الكيوب ده 2 عشان اعرف اشتغل على نص، والنص ان انا عايز العرض يبقى الاوبجكت كله عرضه بالشكل ده. تمام، فانا طالما انا عايز العرض بالشكل ده يبقى انا لازم اقسم ده من النص عشان بمعنى تاني ادلت النص ده واشتغل. طيب ازاي اقسم ده كده؟ تمام، ببساطه ممكن اروح لموديفاي واقول له حط لي بس سيجمنت هنا كده كده، يعني قسم ده. واحد نسي سابها كده وقمنا عاملين رايت كليك، انا هسيبها فعلا رايت كليك كونفرت تو اديتابل بولي عشان نقدر نشتغل. حلو كده، ما عادش عندي ان انا احط رقم فيديني سيجمنت. تمام، طب اعمل ايه في حاله زي دي؟ انت عايز تعمل داير ما يدور، يعني انت عايز تعمل السيجمنت من هنا داير ما يدور كده لغايه فوق. طيب عشان نعمل دي هروح للايدج مود. تمام، وهسلكت، طبعا انا عايز اسلكت دول، هسلكت دول كده كده انا واخد الاربعه. تمام، نخلي بالنا بقى المره دي انا مش عايز اعلم على دي لان انا عايز اخد كله. ممكن السلكشن بطريقه تانية، ممكن لو ضغطنا حرف التي هنروح على توب فيو، لو ضغطنا حرف الاف هنروح على الفرونت فيو، لو ضغطنا حرف ال هنروح على الليفت فيو، لو ضغطنا حرف البي اوبن هنرجع للبرسبكتيف. تمام، فانا هنا عايز اضغط على التي التوب واروح للايدجز وسيلكت دول. لو رجعت لحرف البي للبرسبكتيف الاقي نفسي عملت سيلكشن، ضيع السيلكشن دي. نروح للفرونت. تمام، لو عملت كده ورجعت للبي هلاقي نفسي عملت السيلكشن المره دي غلط. تمام، ليه بقى؟ الفرونت مش هيجيب لي دول. ليه؟ لو رحنا الاف كده احنا عملنا المره دي كده جاب دول، لو عملنا كده ها جاب دول، لكن انا عايز دول. طب لو رحنا للليفت وجينا عملنا كده، لا ليفت تاني عملنا كده،
وصلت، شوف الأسهل لك واشتغل. أنا كان أسهل لي الطب، خلاص أنا عارفهم من هنا لهنا وخلصنا. طيب أنا عشان أكونكت دول ببعض أعمل إيه؟ أنا قلت أكونكت صح؟ طيب انزل تحت خالص 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 إيديت إيدجز، هتلاقي عندك إن حاجة اسمها كونكت. لو ضغطت على الزرار ده فوق هيعمل كونكت، بس مش هتعرف تظبطه. فانت الاحسن هنضغط على السيتنج كالعاده، هيطلع لي هنا ممكن اقول لا عايز 2 كونكت، عايز 3 كونكت، عايز 4 كونكت، تمام براحتي. لكن انا هنا عايز كونكت واحده بس. هنا في حاجه اسمها البنش والسلايد، عشان تبان هعمل 2 كونكت. البنش المسافه بين الاثنين كده، ممكن ازقهم كده تمام. اما السلايد هزق الاثنين مع بعض، يا كده يا كده تمام. في حالتي انا عايز كونكتايه واحده بس، هو بيعملها في النص بالظبط، واقوم جاي قايل له اوكي خلاص كده عملت كونكت. هي نفس اللي انا عملته قبل. طيب انا من شويه قلت ان انا عايز اشتغل على سيمتري، يعني اللي هعمله هنا عايزه يتعمل هنا، وزي ما قلت عايز الاوبجكت كله على بعضه نفس العرض ده. عشان اعمل دي يبقى انا محتاج ادلت النص ده. طب عشان ادلت النص ده اطلع فوق وروح للفيرتكس، وممكن تروح للفيسز، بس انا هروح للفيرتكس تمام. وهقوم عامل كده، جايب دول، جايب الاربعه دول. خلي بالك تجيب دول ما تجيبش دول. ليه؟ بص كده، لو انا عملت ديليت، لو عملت كنترول زد ورحت خدت معاهم دول وعملت كده، انا خلاص ما سبت ده. كنترول زد سيلكت دي وديليت. ودايما تبص انا ماشي صح ولا ماشي غلط. طب كده جميل جدا. طب عايز بقى اعمل منه نسخه تانية الناحيه التانية، يعني عايز اخلي ده في منه كوبي الناحيه دي. هنا بقى نبدا التعامل مع حاجه في الماكس اسمها الموديفايرز تمام. الموديفايرز مجموعه اوامر كتير قوي 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 تمام، ووظائفها لا تعد ولا تحصى. اول واحد منهم اللي هو السيمتري. لو جينا على موديفاير ليست، خلي بالك انا جوه مين، موديفاي موديفاير ليست، اكتب بس اس واي، يعني اضغط اس واي ورا بعض هيجي لك سيمتري. لو ضغطت على سيمتري هنا سيمتري بيقول لك انت عايز تعمل السيمتري على فين، هل انت عايزه على اكس ولا على واي ولا على زد. طبعا اكس يبقى انت بتعمل الكوبي الناحيه دي، يعني ناحيه اكس. طب لو قلت له فليب هيبقى الناحيه الثانيه، لكن انا عايز اعمل كوبي على واي واقول له فليب تمام، على واي وفليب كده. يبقى اي حاجه انا هعملها في الاوبجكت ده هلاقيها الناحية التانية تمام، واسيب السيمتري زي ما هو. في طبعا حاجات ممكن افتح السيمتري واروح لحاجة اسمها الميرور. الميرور اللي هو السطح اللي بيتم منه السيمتري اللي هو ده. طبعا ده منين ما زقه ممكن ادخل ده جوه ده، ممكن اطلع ده بره ده، يعني بس هو في الغالب هنسيبه كده. وممكن نلفه وناخد سيمتريز معقدة وناخد شيبس شكلها حلو جدا على فكرة، يعني ممكن نعمل منه شغل جامد بصراحه يعني. كنترول زي ونرجع زي ما كنا. طب انا لو عايز اشتغل وبعدين في الاخر اشغل الموديفاير، ممكن تقفل الموديفاير من هنا وتشتغل زي ما انت عايز، وبعد كده تكليك تبص، وبعد كده ترجع تشتغل تاني. انا هروح على اديتابل بولي، ولو خدت بالك انت بمجرد ما تنزل تحت بتلاقي ده اختفى. طب افرض انت مش عايز ده يختفي، عايز تبقى شغال وشايف الافكت بالموديفاير او شايف الاوبجكت بالموديفاير، في الحاله دي بتضغط على الزرار اللي عامل شبه عمود الاختبار ده، ده اسمه شو اند ريزلت. كليك هيوريك الاند ريزلت، سواء انت هنا سواء هنا هو ملوش فيه تمام. طيب انا عايز الاوبجكت ده اكبره شويه، يعني اعرضه سنه. خد الفيرتس دي وروح هنا كده، وروح على الموف تول وهات دول كده حبه، عايز يبقى عندنا هنا سطح او مساحه نعرف نحط فيها تفاصيل او ديتيلز.
ممكن ناخد الشوية دول كمان ونزقهم كده بحيث يبقى الأوبجكت يعني طويل شوية. جميل. أنت عايز تحط تفاصيل، طالما عايز تحط تفاصيل يبقى أنت لازمك سيجمنتس. تمام، سيجمنتس عشان تقدر تشتغل. ما هو أنا ما عنديش هنا حاجة، ما عنديش نقط أزقها يمين أزقها شمال أطلعها بره أدخلها جوه، ما عنديش أي حاجة. عشان أحط سيجمنتس كالعادة هنروح على الإيدجز وسيلكت شوية الإيدجز دي. أنا هقفل الموديفاير بس عشان ما نتلخبطش، وهطفي الزرار ده عشان نبقى شايفين. أنا هسيلكت الإيدجز دي وكالعادة هنزل تحت 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 وأقوم واخد كونكت. المرة دي عايز أعمل بتاع اتنين يعني، بحيث يعني أعرف أشتغل، يبقى عندي شوية حاجات أشتغل منها، وأقوم قايل له أوكي. نفس الموضوع، هسيلكت الكام إيدج دول اللي هم دول كده، ونفس القصة كونكت. بس ليه هقول له انا عايز واحدة بس، ممكن اتنين، واقوم جاي عند اوكي. لو انا رجعت السيمتري اهو هنا زي هنا. تمام، عاوز كمان واحدة، هنعوز كمان واحدة. تمام، كمان واحدة دي هتبقى فوق. اسف، هاجي عليه واقوم ماسك له، ابص عشان اتاكد ان انا مش واخد حاجه غلط. تمام، هلاقيهم كده. دي هقوم جاي عامل هنا برضو كونكت، بس انا عايز واحده. طب انا بقى الايدج دي انا عايز ازقها جوه كده شويه. واحد يقول لي طب ما انت زقيتها اهو. هو ده صح، بس هو ده صح لان الايدجز على خطوط مستقيمه، يعني مفيش اي مثلا ما هياش جايه كده، مش طالعه مثلا كده وبعدين جايه كده وبعدين نازله كده مثلا وجايه كده، لا هي ماشيه كده. لكن لو في توبولوجي، يعني لو هي طالعه كده مثلا وبعدين طالعه هنا فوق شويه وبعدين نزلت تحت شويه، لو جيت اعمل الحركه دي الموديل هيبوظ. طب الصح اشتغل ازاي؟ مش انت عامل سيلكت على الايدجز اهو، بص كده لو طلعت فوق شويه هتلاقي هنا عندك حاجه اسمها كونسترينت. كونسترينت دي بتضمن لك ان وانت بتتحرك الايدج دي هتتحرك على استقامه الايدج اللي تحتها. يعني لو مثلا كانت الايدج دي اللي هي البيضه دي ما كانتش ماشيه كده على طول، لا كانت ماشيه كده وطالعه كده وجايه كده، هتضمن انك لما تحرك الايدجز اللي انت عاملها سيلكت دي تطلع معاها وتمشي معاها. تمام، طب بس الاول هو انا عايز ازق كده صح؟ هنا في الكونسترين بتاعت تعمل كونسترين على ايه؟ على ايدجز، لان انا ماشي على ايدجز اهو، دي ايدج انا كده ماشي على ايدجز، فكده انا ماشي صح. لكن انا هخلي دي كده تمام، وارجع نون تاني عشان اعرف اشتغل براحتي، ولا مش هعرف احرك حاجه. تعالوا كده نروح للفيسز وناخد الفيس ده مع الفيس ده مثلا، يعني مجرد بس ان انا بعمل شيب للبتاع اللي انا بعملها دي اللي انا اصلا مش عارف هي ايه. تمام كده، او كنترول زد و عايزين نعمل ايدج هنا كمان. ممكن بقى اشتغل بطريقه الكونكت، ممكن اشتغل بطريقه تانيه. ايه هي الطريقه التانيه؟ لو انا رحت للايدجز المره دي هجيبها من الريبون من هنا، كليك على الريبون وتتاكد ان انت على الموديلنج تاب، وهتلاقي عندك هنا حاجه اسمها سويفت لوب. لو ضغطت على سويفت لوب ووقفت كده اهو هتلاقيها كده. تمام، فانا عايز اقوم جاي هنا. على فكره لو ضغطت شيفت بتعمل سناب للنص، فانا هضغط، مش هضغط شيفت ولا حاجه، انا هضغط هنا كده بس كده عملت ايدج. ارجع للفيسز هاخد دول كده واطلع بدل فوق، وبعدين هاخد دول واطلع مثلا بدل فوق. تمام، حاجه زي كده. عايزين نشكل شويه في الاوبجكت، هاخد الفيرتس
ومثلا مثلا يعني هاخد الكام فيرتكس دول وازقهم لجوه شويه كده مثلا، واخد دول وبرضو ازقهم لجوه شويه. الميزه ان انت وانت شغال انت اهو يعني السيمتري شغال معاك تمام بالمنظر ده كده تمام. طلع ده واقفل ده دلوقتي. طب كده حلو. طيب عايز اخد برضو دول كنترول، بمسك كنترول واخدهم بره شويه كده بحيث يبقى الشيب بالشكل ده، وعايز الشيء الوش ده من قدامي يبقى محدب شويه. هاخد كل دول تمام وهروح للسكيل المره دي سكيل، وهسكيل دول كده بس. ارجع للسيمتري وريني النتيجه. هنا مشكله، ايه بقى اللي فتح دول على بعض؟ سيمتري عشان يشتغل لازم تكون النقط في نفس مكانها ثابته خلاص. فبالمنظر ده لما انت جيت عملت سكيل انت غيرت مكان النقط دي، زي ما انت شايف النقط بعدت عن السنتر. طب انا ينفع ارجعها؟ ينفع. روح هنا اقفل السيمتري وتعالى على الكام نقطه دول، الثلاثه دول، وسلكتهم. احنا كده تمام، كده تمام. وروح للموف دول، لو جينا عملنا كده هقول له انا عايز واي بزيرو، معنى كده اني رجعت النقط دي على الصفر تاني تمام. دول كده رجعوا صفر. لو شغلنا السيمتري وعملنا كده هنلاقي الدنيا تمام، وميت كل 14 تمام بالمنظر ده. يبقى كده اهم حاجه عندي اخلي بالي، طالما عندي سيمتري لو انا حركت النقط اللي في النص ارجعها على زيرو تاني عشان يلزقهم دي في بعض. طيب كده حلو قوي. ممكن حتى اخد الفيس ده وازقه كده بحيث يبقى ليها شيء بالشكل ده. جميل. طب لو انا عايز اجي هنا واعمل حفر، يعني ازق ده لجوه وافتحه من هنا كده، تيجي ازاي؟ اقفل السيمتري كالعادة وروح على الفيسز وتعالى نسلكت المجموعة. قبل ما نسلكت المجموعة دي تعالى اول نسلكت دول وازقهم كده بس، مجرد يعني تغيير في الشيب مش اكتر. الت وسيب دول وزق ده كده زي ما قلنا. مش عايز حتى تعمل دي ما تعملهاش، بس يعني كده مثلا. كمل السلكشن وننزل هنا على انست، ناخدهم لجوه شويه تمام. و هزقها لجوه حد، بس خلي بالك بقى ما تزقش قوي قوي. بص بص بص، شايف الاثنين اللي هيضيقوا على بعض دول؟ لا خلي بالك كده مثلا. اوكي، في حاجه مهمه قوي بقى. لو انا جيت شغلت السيمتري كده نخلي بالنا ان انا بعدين مش عاوز الفيس اللي في النص ده، عايزهم كلهم لازقين في بعض من غير الفيس اللي في النص ده تمام. طب ايه الحل؟ هو الحل ان انا ادلت ده، يعني لو مسكت ده كده عملت ديليت وده كده عملت ديليت وعملت مثلا يعني، وجيت عملت السيمتري في المنظر ده هلاقيه بالشكل ده تمام. طب ما انا عايز اقفل ده، احنا لسه قايلينها من شويه. لو رحنا هنا تاني
ومسكنا بس دي وكنترول مع دي، هما الاثنين دول بس، دول يجوا على واي بصفر. ونفس القصة هنا، الاثنين دول مع بعض تمام برضو يجوا على واي بصفر. لسه ما فيش هنا كنترول هنا كده قفلت ولا انا اوبس. خدتوا بالكم بقى احنا كده عملنا سيلكشن غلط، فالاحسن ان اسلكت دي كنترول مع دي، واتاكد ان انا مش عامل سيلكشنز في مكان تاني. وبالمنظر ده هنلاقيها زيرو. خلي بالكم مش هتقفل صفر. اوبس ده قفلت. طيب معلش. المهم هنروح للفيسز، هنلاقي الفيسز بتاعتي بالشكل ده. شيل السيمتري هلاقي الفيسز بتاعتي بالمنظر ده. تمام. سيلكت بقى كلهم. تعالوا نعمل اكسترود لجوه، عايز ازقهم لجوه. فانا هطلع كده وانزل تحت، انزل تحت، انزل تحت، اروح على اكسترود. طبعا هو طلعهم لبره، لا همسك كده واقوم قايل له زق لجوه بالشكل ده. خلي بالنا من الفيس ده، الفيس ده هيعمل لنا مشكله بعدين، فانا هتعمد ما دلتوش. ماشي، واقوم قايل له اوكي. ممكن اعمل انست تاني بحيث اخد تفصيله تانيه، واقوم قايل اوكي تاني، واعمل اكسترود تاني. بس المره دي ممكن اعمل اكسترود لقدام. يطلع حاجه شكلها حلو. اوكي، بعد كده انست. فكرة الكلام ده كله راجع لك، انا بعمل حاجة راندوم ملهاش يعني. ناخد ده لجوه كده، ده ممكن ناخده على اللوكال نورمال عشان يدخل بال 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 بالزاوية او بال بال شفتوا انتوا ال الزاوية دي، يدخل بالزاوية دي. تمام، هنا بقى صعب ان انا اعمل انسيت تاني، خلاص دول قربوا من بعض. تمام، فانا هعمل اوكي وهسيب دول زي ما هم، اقوم عامل دي بالشكل ده. انا لو عملت كده هلاقي ده بقى بالمنظر ده. تمام، بقى بالشكل ده. نشيل السيمتري. خلي بالنا بقى من حاجه، لما يبقى عندك سيمتري بلاش تخلي فيسز في النص. ده ليه بقى؟ دلوقتي انا اللي عندي الاوبجكت بالشكل ده، بس الاوبجكت ده مضلع، فانا عايز اعمل له سموز. عشان اعمل سموز عندي موديفاير هنا، اكتب تي يو، هنجيب تربو سموز. لا تربو سموز مش تربو باتش، تربو سموز اهو. هنلاقي عمل سموز بالشكل ده. العيب ما ظهرش بس اكيد هيظهر بعدين. هنا لو جيت في الايتريشن رفعتها كده هيبقى هينعم بشكل اكتر، لو جيت رفعتها كده هينعم بشكل اكتر واكتر. وما تبالغش وانت بتعمل ده. تمام، يعني 2-3 بالكتير كفايه قوي. خلاص، طب ممكن نعمل حاجه اسمها ايزو لاين ديسبلاي، وهو هيحافظ على نفس السموث بس مش هيبين لك كل السيجمنتس دي. يعني لو عملت كده اهو، يعني بقت حاجه نظيفه وانا عارف اشوف التفاصيل بتاعتي بشكل كويس. اقدر اكمل؟ اه نقدر نكمل. بصوا بقى، هقفل ده واقفل ده وارجع هنا. هاجي هنا واخد البوردر. البوردر ده معناه ان انا ممكن اسلكت ده بالشكل ده. انا كده خدت البوردر ده. تمام. ممكن اروح للسكيل. وخلي بالك بقى، لما تروح للسكيل او الموف وتضغط شيفت وتحرك كده، فانا باخد زي ما انت شايف، باخد كاني بطلع ايدجز جديده بالشكل ده. امسك الموف، شيفت موف، شد الجو. تمام، بالشكل ده كده. شيفت مش شيفت بقى. طب دي بقى انا عايز اظبطها، يعني انا هي شايفين داخله عامله ازاي؟ افرض انت عايزها باستقامه واحده، يعني تبقى داخله كده على استقامه واحده. في الحاله دي سكيل، امسك الاكس
تمام. وهات هات افضل خلي بالك، بص تحت، بص تحت على الاكس، تحت خالص تحت خالص، انا عمال اروح شمال اهو لغايه ما بقت زيرو. خلاص شايفين بقى الداخل عامل ازاي؟ ممكن كده بقى امسك شيفت، امسك الموف شيفت تاني واخدها كده مثلا، وامسك السكيل من غير شيفت واقوم مثلا. لو جينا عملنا السيمتري هقول له اند ريزلت سموث، اطلع بره المود هنلاقيها بالشكل ده. شكله اقرع من غير الادوات، فهنلاقي دي بالمنظر ده. تعالوا نكمل، شكلها مش لذيذ ومقفوله من تحت. شيل شيل اديتابل فيسز، تعال ناخد دول ديليت، ونشغل السيمتري ونشغل السموث بالشكل كده. انا كمان مش عايز ممكن نألف لها ايه؟ ممكن نروح للايدجز بوردر وناخد البوردر ده، بس البوردر ده انا عايزه من تحت بس، انا مش عايز دول، مش عايز اللي فوق ولا اللي فوق. فالت اضغط الت وتعمل كده، تقوم جاي شايل السليكشن على البوردر كله. فكنترول زد، انت عملت البوردر مظبوط، روح على الايدج مود، روح على الايدج مود الت ونفس الحركه اهو الت الت شيل دول تمام، والت مش عايز دي ولا عايز دي. هي موف شيفت واسحب دي لتحت، سكيل وهاتها سكيل لجوه بالشكل ده كده، موف وناخدها سكيل عايزين نظبط اظبط سكيل، امسك الزد ويفضل لغايه ما تجيب زيرو. ناخدها بس لتحت سيمتري اند ريزلت. ها خلي بالنا، نروح هنا ناخد الفيرتكس دي زيرو سيمتري تمام سموز زي الفل. خلي بالنا ان احنا عندنا برضو من هنا الدنيا مش مظبوطة كويس قوي، ان احنا بتشتغل في جو من المشاكل. هروح هنا زيرو سيمتري. خلي بالنا من حاجه مهمه جدا، بصوا كده من هنا لو دخلنا جوه الموديل نضغط حرف الزد لما نلاقي الفيو بورد معلق مش عايز يقرب. تمام في هنا في انا مش عايزه اللي هو، لا والله هو عالجها هو لحمه تمام، اللي هو الفيس اللي في الفيس ده، بس هو مش عامل لي مشكله. يعني انا لو جيت عملت كده وعملت كده هو مش عامل لي مشكله، او بمعنى تاني المشكله مخليه الشكل حلو. المشكله كانت فين؟ بصوا كده التربوس مو شايفين الدخله اللي في النص دي، دي لو انت مش عايزها دلت الفيس اللي في النص. يعني لو احنا رحنا كده وخدنا الفيس ده الفيس ده وعملنا ديليت وده ديليت وده ديليت تمام، بس خلي بالك في الحاله دي النقط دي مش هتقفل، فانا هروح هنا يا دي نلعب كذا وكده اهو تمام. لو خدت بالك اطلع بره المود ده، بص
ما عادش فيه دي كده كانت محفوره لجوه، ما عادش فيه الحفره دي، فكده الدنيا بقت معاك تمام. ده لو انت حابب يعني، لو انت عايز ده، مش عايزه خلاص خلي الفيس زي ما هو. جميل، نرجع للإيريتابل بولي، وافتكر كده نقدر نكون عملنا كاب للليسون ده. الليسون اللي جاي او المحاضره اللي جايه نتكلم على ازاي بقى نبدا نعمل تفاصيل، ونبدا نشاربن او نعمل شاربنس، لان ده سموز قوي. انا لو عايز اعمل هنا الاي جي تبقى شارب، الاي جي دي شارب، هنا يعني نبدا ندي معالم للموديل بتاعنا في المحاضره اللي جايه ان شاء الله.